عزوف شركات الإنجاز في العمل في الجنوب يدفع الحكومة إلى رفع منحة دعم البناء الذاتي لتدارك العجز. عشية الدخول المدرسي سكان 5 بلديات بتيزي وزو يغلقون مقرات البلدية احتجاجا على الظروف المعيشية. في تونس المعارضة تحشد لمسيرة شعبية هذا السبت لإسقاط حكومة النهضة. وفي الرياضة وفاق ستيف يستضيف مولودية وهران في لقاء متأخر عن الجولة الثانية من بطولة الرابطة المحترفة الأولى. أسعد الله صباحكم في هذه الجولة الصباحية الإخبارية الجديدة صباح الجزائر، وتتابعون فيها أيضا ضمن فقرة قالت الصحف استعراض لأهم الأخبار الوطنية والدولية بعيون الصحافة المكتوبة. وضمن فقرة فيس نيوز استعراض لتعليقاتكم ومشاركاتكم. استقبل رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الوزير الأول عبد الملك سلال بعد يومين من لقائه رئيس قيادة أركان الجيش الشعبي الوطني الفريق قايد صالح. وقدم سلال إحاطة شاملة حول آخر زياراته في العديد من محافظات البلاد، كما أعطى رئيس الدولة في هذه المناسبة تعليمات الحكومة للإعداد لدخول اجتماعي موفق ودخول مدرسي ناجح. أقر وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون بعزوف شركات الإنجاز في مجال البناء عن النشاط في ولاية الجنوب، موضحا أن الحل الأمثل لمواجهة المشكل هو دعم السكنات الذاتية ورفع المنحة إلى 100 مليون سنتيم. تصريحات تبون خلال لقائه مديرية القطاع ولاية الجنوب واعترافه بتمركز شركات الإنجاز في الشمال يؤكد فشل الإجراءات المتخذة لتحفيز الاستثمار في الجنوب. احنا يعني واقعيين، ما يستحيل باش غدوه تجي مقاوله قويه وطنيه ولا اجنبيه تمشي تنجز في مناطق بعيده، يعني 2000 2200 كيلومتر العاصمه. سرحنا ما كان يعرف زمان لوتو كونستركشن، يعني نعطوا الارض ونعطوا المساعده هذه تاع البناء اللي ارتفعت بصفه استثنائيه بالنسبه لولايه الجنوب من 70 مليون سنتيم إلى 100 مليون سنتيم، وينطلقوا في بناء السكنات اللي تليق بهم. وفي تصنيف تقرير التنافسية العالمي لعامي 2013-2014 الذي أصدره منتدى الاقتصاد العالمي، تقدمت الجزائر بعشر مراتب مقارنة بالسنة الماضية، إذ حلت في المرتبة 100. ورغم هذا التقدم إلى أن الجزائر تبقى في بداية التطور الاقتصادي وفق نتائج العديد من المعايير المستخدمة لتقييم أداء التنافسية الاقتصادية. كما حصر التقرير العوامل المعيقة للممارسة النشاط الاقتصادي في الجزائر في ضعف البنية التحتية وتفشي الفساد وصعوبة الحصول على التمويل ومعدلات الضريبة المرتفعة وعدم الاستقرار السياسي. يستمر غلق 5 بلديات بولايه تيزي وزو من قبل مواطنين غاضبين على الاوضاع المعيشيه والظروف السيئه التي تطبع التكفل بانشغالاتهم. عينه نشر من بلديه مكوده حيث خرج السكان امام مقر البلديه مطالبين برحيل المسؤولين وايجاد حل عاجل للوضع. 12 يوما تمر وأبواب بلدية ودائرة ماكودة موصدة تنديدا من سكان المدينة الذين خرجوا في احتجاج على أوضاع عيشهم ومشاكلهم التي لطالما انتظروا من السلطات التفاتة لحلها، متهمين المسؤولين بسوء التسيير وعدم التجاوب. قليعت يقيني 12 يوم يقيني أن تحويس باش أدنى ويلحقنا اي غار يتوري كفل غاست فيديك اي اي تاد اي اي كميلو فيديك اي اي كميلو سياج دا بيسيك اي ارت بلوك يلا غاري اي ارت بلوك مارشي يكين ذي يكين تحويس. رئيس البلدية هو الآخر تبرأ من الاتهامات الموجهة إليه، متهما بدوره من سبقه في تولي مهام إدارة البلدية أنهم يقفون وراء المشاكل التراكمية التي أخرجت سكان ماكودة عن صمتهم. أسيدنا هذا كان ستيدتش Il n'y avait pas une revendication sociale, purement sociale. C'est une revendication politique, c'est une machination, c'est une manipulation orchestrée. Suite à l'investigation concernant la gestion précédente, وبهذا بات الاحتجاج أو غلق الطرقات عادة أو بالأحرى الوسيلة الوحيدة لدى سكان البلديات الخمس على الأقل لإيصال انشغالاتهم إلى السلطات المعنية قبل أن يتحول الوضع إلى احتقان شعبي قد يزيد الطين بلة أكثر فأكثر.
في شأن الحزبية، انطلقت مساء أمس الخميس أشغال الجامعة الصيفية لحزب جبهة القوى الاشتراكية بولاية بجاية بمشاركة أزيد من 300 مناضل من 38 ولاية. وتتركز الأشغال لمدة 3 أيام على 3 ورشات هي الشبيبة، المرأة والفاعلين الاجتماعيين من نقابات وجمعيات. كما ستتخلل هذه الجامعة الصيفية عدة محاضرات ومداخلات لباحثين أكاديميين حول النضال الديمقراطي بالجزائر. في أخبارنا الدولية، ضمت الاستخبارات الألمانية صوتها إلى صوت نظيرتها الأمريكية والفرنسية لتحميل النظام السوري ومسؤولية استعمال السلاح الكيماوي في دمشق. وقد لا يضيف هذا الكشف عنصرا جديدا إلى ملف يبدو محسوما مسبقا، إلى أن توقيته المتزامن من يوم افتتاح لقاء مجموعة العشرين في سان بطرسبرغ يمد المعسكر الغربي بورقة جديدة في مواجهة الرئيس الروسي لكي يتفهم أكثر مشروع الضربة العسكرية على سوريا. من بين المواضيع المدرجة في جدول أعمال قمة العشرين المنعقدة بعاصمة قياصرة الروس الشهيرة سان بطرسبرغ الموضوع السوري، ومن بين الشخصيات المرموقة الحاضرة المبعوث الأممي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي، وهي واقعة نادرة في دفاتر هذا المحفل والمحافل المشابهة، حيث من العادة أن يحضرها الأمين العام للأمم المتحدة حصرياً. المبعوث الأممي بحكم موقعه وعلى غرار الأمين العام للأمم المتحدة ليس الشخص المطلوب لتأييد أي ضربة على سوريا خارج الشرعية الدولية، ووجوده هناك هو الترويج لجنيف الثانية كإطار لحل سلمي للصراع في سوريا، إلا أن المسعى الأممي لا يتعارض بالضرورة مع ضرب النظام السوري، بل قد يشجع عليه على أمل أن يساعد في إبعاد الرئيس بشار الأسد وعصبته من المعادلة وأن يفتح الطريق نحو المفاوضات. وفي حين يبشر وزير الخارجية الأمريكي أنصار فكرة التدخل أن هناك 10 دول على الأقل تعهدت بالمشاركة في العملية، وأن هناك دولا عربية أبدت استعدادها لتمويلها بالكامل. في هذا الوقت يخرج الرئيس الروسي على العالم وعشية افتتاحه شخصيا لقاء سان بطرسبرغ بتصريحات تحمل أكثر من تأويل، لكن التأويل الذي أعطاه الغرب لها يتلخص في أن روسيا اكتشفت أن الأسد حصان خاسر، وسيكون من غير مصلحتها أن تستبعد نهائيا من مضمار التسوية السلمية التي تلوح في الأفق. ومن تحصيل الحاصل بالنسبة للدول العربية التي أشار إليها وزير الخارجية الأمريكي وهي بلدان الخليج، فإن ذهاب نظام الأسد سيعني بداية انحسار النفوذ الإيراني من المنطقة، ولأجل ذلك يعمل العاملون. في مصر، وفي ردود الفعل حول محاولة اغتيال وزير الداخلية محمد إبراهيم، نفت جماعة الإخوان وحركة التيار الإسلامي وقوفها وراء العملية التي وصفها الوزير محمد إبراهيم بالعمل الجبان، مؤكدا أن جماعات إرهابية تستهدف أمن مصر. الحادثة استنفرت قوات الأمن التي طوقت جميع مداخل القاهرة وخاصة مقرات عدد من الوزارات والمنشآت العامة. تستعد المعارضة التونسية للتصعيد والضغط الشعبي على الحكومة بتنظيم مظاهرات حاشدة يوم السبت المقبل، بعدما أعلنت مساء أمس أنها فشلت في التوصل إلى اتفاق مع حركة النهضة الحاكمة. وبدأ الاتحاد العام التونسي للشغل صاحب نفوذ القوي قبل أسبوعين جهود وساطة بين المعارضة والائتلاف الحاكم في مسعى إلى إنهاء المأزق السياسي. وفي أخبار الرياضة، يستقبل وفاق ستيف عشية اليوم بملعب 8 ماي 45 فريق مولودية وهران في لقاء متأخر عن الجولة الثانية من بطولة الرابطة المحترفة الأولى بداية من الساعة 6 مساء، حيث يعلق الجمهور ستيف آمالا في الظفر بنقاط الفوز، خاصة وأن الوفاق سيستقبل 3 مرات تباعا بملعبه خلال الشهر الحالي، كلا من مولودية وهران، شبيبة بجاية وأمل الأربعاء. في الثقافة، جدد المعرض الموسمي لقاعة عسيلة حسين مد جسوره لمولعي الفن التشكيلي تحت شعار همزة وصل بعد غياب دام 6 أشهر. وفتحت القاعة أبوابها ل18 عارضا قدموا من عديد الولايات الوطن، وأعطت فرصة للعارضين جدد لعرض مواهبهم إلى غاية 14 من الشهر الجاري. داخل قاعة المعارض عسل حسين تجري فعالية معرض جماعي للفنون التشكيلية، والذي تضمن لوحات فنية 18 عارضاً قدموا من مختلف أنحاء الوطن.
معرض جماعي حبينا نديرو نروغروبيو لو بلوس بوسيبل دارتيست باش نديرو بدايه تاع الدخول الاجتماعي. المعرض ضم لوحات لفنانين من أجيال مختلفة، كما أعطى فرصة للشباب لعرض مواهبهم وتسهيل احتكاكهم بخبرات سابقة. هذه المرة الأولى اللي نشارك فيها في إكسبو، مي بون عندي دي زور دي طابلو في الدار ميم كو بعت ديجا، مي سي لا بروميير فوا جيكسبوز. جاتني فرصة باش نعرض هنا ديجا، باسكو في هذه القاعة هذه عندها واحد 6 شهور ديجا، يتسمى عندها قريب عام باش فتحوها لهنا. شت فنانين اخرين ما كنتش نعرفهم وربما كاينين ما يعرفونيش. ويتضمن المعرض الذي يستمر إلى غاية 14 من الشهر الجاري دورات تكوينية، ويتوقع المنظمون أن يستقطب أكبر عدد من الزوار. نظرا لأهمية البيئة في حياتنا وتربية الأطفال على ثقافة الحفاظ عليها، جاءت فكرة إنشاء مدرسة بيئية بالجزائر كخطوة مهمة لتعميمها بباقي مناطق الوطن. نكتشف كل هذا في الروبورتاج التالي. وأنت تتجول في حديقة التجارب بالحامة، تثير انتباهك مدرسة فريدة من نوعها، تستقطب الأطفال من مختلف الأعمار والمستويات للمشاركة في نشاطات بيئية متنوعة. هي مدرسة التربية البيئية، فضاء إيكولوجي يهدف إلى ترسيخ الثقافة البيئية وخلق جيل واع يحترم قوانين الأرض التي يعيش عليها. الهدف تاعنا هو توعية الأطفال في جميع المجالات البيئوية. احنا الهدف تاعنا هو غرس بذرة ولو كانت بسيطة في نفسية الطفل، انه في المستقبل او في الحاضر كي مازال الطفل صغير يكون نقولك ان بوكليي، معناتها ذراع واقي ليحمي البيئة من الآفات اللي تقدر تصيبها من الانسان. من بين الامور التي تركز عليها مدرسة التربية البيئية وضع اسس ومفاهيم مبسطة وجعل الطفل جزءا منها من خلال مشاركته في ورشات تربوية كتربية المائيات وتحنيط الحيوانات والبستنة والمطالعة. أنا ندير فرشة البستنة، تعلمت حوايج بزاف، تعلمت عملية البذر، تعلمت كيفاش نغرس، تعلمت أنواع التربة، عملية النقل. وننصح كل الأطفال الجزائريين اللي يشوفوا فينا باش يشاركوا في هذه المدرسة، إنها مفيدة جدا. للتربية البيئية دور هام في نشر الوعي وإيجاد الحلول لمختلف المشكلات البيئية، كما تعد واحدة من الخطوات الهامة التي تقوم بها مدرسة التربية البيئية لتمكين الأطفال من الحفاظ على بيئتهم من أجل مستقبل مستدام. وصلنا إلى فقرة قارة الصحف مع فيصل غانم. إلى معرض الصحافة الدولية والذي نستهله بصحيفة القدس العربي التي عنونت في صفحتها الأولى: التوتر يخيم على قمة العشرين، تصاعد الخلافات حول توجيه ضربة لنظام الأسد، كاميرون يكشف عن أدلة جديدة على استخدام نظام الأسد، غزة سارين، أمريكا تقدر كلفة الضربات بعشرات الملايين فقط. هذا وتضيف الصحيفة أن الخلافات بين باراك أوباما وفلاديمير بوتين بشأن توجيه ضربة عسكرية لسوريا التي تتهمها واشنطن بشأن هجوم كيميائي تسببت بتخييم التوتر على العشائر الرسمي لقمة مجموعة العشرين في سان بيترسبورغ. صحيفة الشرق الأوسط تناولت الأزمة السورية كموضوع رئيس وقالت: واشنطن تعلن أن حل أزمة سوريا عبر الأمم المتحدة طريق مسدود، البيت الأبيض الضربة ضرورية لكن اجتماع جنيف 2 أفضل حل للصراع. وأشارت الصحيفة إلى أن الولايات المتحدة أعلنت أمس أن التوصل إلى حل للأزمة السورية عبر الأمم المتحدة بات طريقا مسدودا، وأوضحت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة سامانثا باور في مؤتمر صحفي بنيويورك أمس أنه لا يوجد طريق إلى الأمام في مجلس الأمن لأن روسيا تمنع كافة الجهود سعيا لحماية النظام السوري. في حين صحيفة لوموند الفرنسية قالت أن هناك نوعا من الأجواء الباردة بين موسكو وواشنطن ظهر جليا من خلال الأجواء غير الحميمية بين الرئيسين، وكذلك التصريح الجاف لبوتين الذي اقترح معالجة المسألة السورية مباشرة خلال مأدوبة عشاء، كل ذلك يؤكد تباين الآراء وتأكيد الانقسام على سوريا.
أما صحيفة الأهرام المصرية فقد نقلت تصريح الدكتور هاني مهنا المتحدث الرسمي باسم وزارة التضامن الاجتماعي بخصوص حل جماعة الإخوان المسلمين، وقالت أنه بعدم حضور أي من مسؤولي جماعة الإخوان إلى الوزارة ستنتهي المهلة الثالثة والأخيرة التي منحها وزير التضامن لمسؤولي الجمعية للرد على الاتهامات الموجهة لهم. وقال المتحدث الرسمي في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية وستصدر قرارها خلال أيام بحل جمعية الإخوان. أهلا بكم مرة أخرى، نصل إلى فقرة فيس نيوز التي نستعرض من خلالها تعليقاتكم وأرائكم من خلال شبكة مواقع التواصل الاجتماعي، ونبدأ بالصورة الأولى التي تم اختيارها هذا الصباح. الصورة رغم ما تعرفه مصر من تلوث وتصنف مصر ضمن الدول الأكثر تلوثا في العالم، لكن فكرة أحد المصريين جاء من أجل جعل أحد سطوح منزله إلى حديقة خضراء، وجاءت تعليقات مشيدة بهذه الخطوة التي اعتبرها البعض أنها جد مهمة، خصوصا ما يعرفه الوطن العربي من تلوث وعدم اهتمام بالمشهد الخارجي للمنازل. وجاء تعليق آخر يتحدث إلى إمكانية عودة مصر إلى حياتها السياسية العادية. الصورة الأخرى اخترناها تزامنا مع دخول المدرسي، بحيث تثبت هذه الصور التي تم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن جيوب المواطنين خصوصا ذوي الدخل البسيط بدأت ربما في استنزاف العديد من الأموال، خصوصا أمام غلاء المعيشة وعدم ارتفاع تكاليف الدخل. أيضا نتوجه إلى صورة أخرى، صورة ثالثة التي تم اختيارها وتتعلق بنشر وكالة أخبار مصر على موقع شبكة الفيسبوك محاولة اغتيال محمد إبراهيم، وجاءت التعليقات إلى أن مصر باتت تعيش على صفيح ساخن، خصوصا مع بدء هذا المسلسل الذي ربما يدخل مصر في نفق مظلم. نتحول بكم أيضا الآن إلى القراءة أخرى وصورة أخرى اخترناها هذه المرة من عنابة بأحد شوارع عنابة، لكن الصورة غير مفلحة تماما التي تبين تجوال بعض الخنازير في شوارع عنابة والاقتناء من القمامات التي أصبحت منتشرة في كل أحياء الشوارع مدينة عنابة، عكس التصريحات التي تقول إلى أن المدن تتجه نحو النظافة إلى غير ذلك. نقرأ أخرى في صورة أخرى تم قراءتها ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتعلق بذهاب بعض الأطفال الفلسطينيين لمدارسهم، لكن لم يسلمون البراءة، لم تسلم من تفتيش دقيق ومهين للجيش الإسرائيلي إلى هؤلاء البراءة. الصورة الثالثة والأخيرة وهي صورة طريفة جدا، الهوس الإعلامي والسبق الصحفي يجعل مراسل أحد القنوات المصرية يهرع لإجراء مقابلة مع وزير الداخلية عقب الانفجار الذي شهدته مصر البارحة، وهو يرتدي بدلة النوم من دون أن يدرك ذلك. الصورة التي ربما تبدو طريفة وتحمل الكثير من الدلالات. وبهذه الصورة نكون قد وصلنا إلى نهاية فقرة فيس نيوز. نهاية هذه الجولة الصباحية صباح الجزائر، شكرا على كرم الإصغاء والمتابعة، السلام عليكم.